السلام عليكم. رمضان أولا رمضان مبارك كريم، ونتمنى لجميع المواطنين وجميع المشاهدين ديال ام 5 تي في انهم نتمنوا لهم هذا الشهر شهر ديال العباده وديال الغفران، والشهر ديال الخير والنماء للشعب المغربي، وبطبيعه الحال شهر الصحه وعافيه. اليوم غنتكلموا على التغذيه السليمه بشكل عام وفي شهر رمضان على الخصوص. المقومات ديال التغذيه السليمه هي كترتكز على المساله الاساسيه، وهي انها خصها تلبي الحاجيات البيولوجيه ديال الجسم ديالنا. تلبي الحاجيات خصها تكون توفر على شرطين، وهو الشرط ديال التنوع، لانها غادي تعطي المتعه ديال الاكل، وكذلك خصها تكون متزنه لانها خصها تلبي الحاجيات الطاقه وعلى مستوى الاملاح وعلى مستوى الماء وعلى مستوى جو الفيتامينات اللي كيطلبها الجسم البشري. طبيعة الحال خصها تعطينا الهيدروكربوهيدرات اللي محتاج بها الجسم، وهي اللي كنسميوها السكريات، السكريات السريعة والسكريات البطيئة. وكنركزوا كذلك على انها تكون الجانب او الحصة ديال السكريات السريعة تكون قليلة، خصوصا ما اكثر في رمضان اننا كاين اقبال على استهلاك ديال المواد اللي حلوة واللي مواد السكريات السريعة. كذلك خص التغذية السليمة خص تجيب الدهنيات، وكننصحوا الناس أنه يكون فيها واحد الاتزان ما بين الدهنيات المشبعة والدهنيات الغير مشبعة. الدهنيات المشبعة غادي تكون هي موجودة في الدهون ذات الطابع الحيواني، و بالنسبة للزيوت الدهنيات الغير مشبعة موجودة في الزيوت، خصوصا زيت الزيتون، زيت أرغان، زيت نوار الشمس، ديال الذرة إلى آخره. فهاد الزيوت هذه إذا كان تخضات باعتدال وبتوازن أنها كتلبي الحاجيات، أنها كتحارب الأكسدة ديال الخلايا، وبالتالي أنه الشيخوخة ديال الخلايا ما كتتمش بواحد الشكل سريع، وبالتالي كتحافظ على الصحة ديال الخلية. كذلك خص التغذية هاد الدهون هذه في تغذيتنا خصها تلبي الحاجيات ديالنا في الكوليسترول وفي الفوسفوليبيد، وإشارة كذلك بأنه باش نشوفوا لابد باش نديروا هذه الإشارة بأن باش ننبهوا الناس بأنه الكوليسترول هو مادة دهنية من مصدر حيواني ليست من مصدر نباتي، على خلاف بعض الإشارات كيقولوا بأن بعض الزيت خالية من الكوليسترول. حتى الزيت ما فيهاش كوليسترول، ولكن الكوليسترول دهون ذات طابع حيواني، أنه خاصة تكون تلبي الحاجيات ديالنا في مادة الكوليسترول، ولكن ماشي بالكثرة. كذلك خص تغذيتنا خص تعطينا البروتينات، البروتينات هو اللحم، الحوت، البيض والدجاج، خصها تكون الحصه عاديه متوازنه مع الحصه ديال الدهنيات والحصه ديال الكربوهيدرات. خصنا كذلك تغذيه متزنه، خصها تكون تجيب لنا الاملاح كلها، وتجيب لنا كذلك الماء اللي خصنا نعرفوا بانه من 60 حتى 65% ديال الجسم ديال الانسان انه مكون من الماء. وفي هذه الحاله هذه خصنا نتعلموا انه خصوصا في شهر رمضان اننا نتعودوا على عود ملء هذاك الخزان ديالنا ديال الماء، او اللي ذاك المصروف اللي دار في الفتره ديال الصيام، اننا نعوضوه بجرعات متعددة في الفترة ديال الإفطار. الفيتامينات ضروريين، كاين الفيتامينات اللي كاينة في الدهون، وكاين الفيتامينات اللي هي دائبة في الماء. فأعتقد أنه التغذية المتزنة خاصها تكون مركزة على
الخضر والفواكه وطبيعة الحال السكريات البطيئة، هذه هي الطحين كله ما فيهم القمح، فارينة، الشعير، الذرة، الروز، القطنيات. هذه السكريات البطيئة أن في الوجبات التقليدية في رمضان أننا كنركزوا عليها. فقط عود التركيز مرة أخرى على السكريات السريعة، لأنه كنعتبروا كأن رمضان هو دوك الشهيوات، وكنعطيهم هذا التصنيف ديال الصفة ديال الشهيوات، بالتالي أنه تكون مرغوب فيهم. لهذا خصنا نحتاطوا أن التغذية ديال الإنسان في رمضان خصها كنطلبوا باش تحاكي أو تكون تشبه التغذية ديال الإنسان في فترة ديال الإفطار. نحرصوا ما أمكن أن تكون ثلاثة الوجبات إذا كان إمكان، خصوصا ملي في رمضان ملي كيكون النهار قصير والليل طويل. الآن ممكن تناولوا ثلاثة الوجبات، وتكون ثلاثة الوجبات خفيفة. نحاولوا ما أمكن أن الوجبات ما تكونش فيها ذاك الشبعة تحت التخمة، لأنها غادي توقف الجهاز الهضمي، وبالتالي أنه غادي تولي مواد سامة، أن الإنسان ما كيستفدش من التغذية. من الأحسن كذلك التغذية تمشي بشكل تدريجي، لأنه الجهاز الهضمي باقي ما تعودش على تغذية في واحد الفترات جوج أو ثلاثة المرات في الليل. نمشيو بشكل تدريجي حتى الجسم ديالنا يتعود. مسألة أساسية كذلك مع بالإضافة إلى التغذية، خصنا نحاولوا أننا نجنبوا التوتر، خصنا نحاولوا نجنبوا الإجهاد المبالغ فيه في داخل أثناء الصيام. ومسألة أخرى هي اللي أساسية وهي مركزية، اللي هي ربما كطرح مشاكل اللي كنشوفوها في الشارع للأسف، أنه التوترات وردود الفعل المبالغ فيها ما بين المواطنين، هو أساس ديالها هو النوم. الناس انهم كيبقاو ناقصين في النوم، وبالتالي انهم كيراكموا هذاك الكريدي ديال النوم، والانسان ما كينعش انه كيبقى متوتر لغد ليه. كنعرفوا بان الناس انهم عندهم عاده ديال الصيام ديال الاثنين والخميس ما كيكونوش متوترين، بالتالي انهم كيحاولوا انهم يكونوا عاديين في واش ممكن انه الانسان انه يشبع نوم، يخلد النوم الفتره الكافيه حتى باش يكون حتى الهضم ديالو، حتى السلوك ديالو، حتى الجهاز العصبي ديالو انه يكون في ظروف متزنه، حتى باش تكونش ردود الفعل وهذاك المشاكل اللي كنشوفوها للاسف الشديد. وبالتالي انه ما نساوش بان رمضان هو مناسبه دينيه، خصنا نحاولوا اننا نرقاو بروحنا لهذيك الروحانيه اللي هي الهدف الاساسي تقربا من الله، هو الهدف الاساسي من الصيام. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.